الآن مع النشيد الوطني لمملكة البحرين. Please remain standing for the national anthem of Bahrain. متابعي الكرام، بعد ما استمعنا للنشيد الوطني للمنتخب البحريني والمنتخب العراقي في بطولة اتحاد غرب آسيا، السؤال الآن راح نشاهد مباراة جميلة في الوطن العربي في الخليج العربي. يا من تتابعونا عبر قناة السلسلة الرياضية، الكل ينتظر هذه البطولة والكل يتابع هذه البطولة ليشاهد المهارات الحقيقة الجميلة من سيدات كرة القدم للصالات. إذا ننتظر كرة البداية، ننتظر هنا أيضا شاهدنا بالأمس كان يوم راحة، وقبل الأمس كان يوم الافتتاح الجميل وتفوق المنتخب البحريني على المنتخب الفلسطيني 6 أهداف مقابل لا شيء، وأيضا تفوق المنتخب الكويتي على المنتخب السعودي 3-1. إذن اليوم البحرين هل يتصدر المجموعة أمام المنتخب العراقي؟ طاقم التحكيم الدولي والحكم محمد البنوشي من دولة الكويت، وأيضا الحكمة مريم الحضرمي من سلطنة عمان، أيضا هناك سمر العنزي من الكويت، وياسر الزعابي من دولة الإمارات، والمراقبة هناك ياسمين نيروخ من فلسطين، والمقيم الأستاذ عبد الرحمن عبد القادر من البحرين للاتحاد الأسيوي. إذا هذه تشكيلة المنتخب البحريني حقيقة للسيدات، أيضا هناك المدرب للمنتخب البحريني لما تحدثنا مع لينو غوميز حقيقة البرازيلي، تحدث عن راح نتحدث عن السيفي لهذا المدرب. على فكرة هذا المدرب من لعب مع أفضل وأسطورة الصالات من البرازيل فالكاو، الحقيقة اللاعب المشهور على مستوى العالم، فبالتالي لينو غوميز هو من لعب معه، حقق كثير من البطولات. أيضا المنتخب البحريني بطل الخليج 2019 الكويت، وبطل الخليج 2022 الكويت، بطولات الألعاب الخليجية مبارتين لعبها مع المنتخب المغربي، وأيضا في شهر 3 4 مباريات مع فيتنام في نفس الشهر. إذا هناك أيضا المنتخب العراقي عسكر في هناك 12 يوم في إيران، لعب 4 مباريات ودية، فاز في 3 وتعادل في أخرى، وبالتالي كانت فترة فقط هي شهر واحد كان إعداد الفريق للمنتخب العراقي. تحدث عن المدربة للمنتخب العراقي شنهاز ياري، أيضا هي من اللي حققت 3 بطولات مع المنتخب الإيراني في روسيا 2014 2015 2016، وكانت أيضا هي ما زالت محاضرة في آسيوية في الكرة الصالات، حققت المركز الأول في جامعات العالم، وأيضا دربت نادي سيب الإيراني. بينما المدرب للمنتخب البحريني حقيقة لما تقول له درب المنتخب الكويت رجال، درب في البرازيل إيطاليا 12 سنة و3 سنوات مع الكويت ومع نادي كاظمة، الدوري حقق الدوري مع كاظمة، حقق الكاس مع كاظمة، حقق السوبر مع كاظمة 2017 2018 2019، ولكن مع منتخب الكويت رجال بطولة كرواتيا الودية 2019 حقق، وأيضا رابع العرب 2021 للرجال. هذا هو المدرب لينو غوميز حقيقة اللي شارك في بطولة العرب في مصر وحقق الرابع مع المنتخب البحريني، مع المنتخب البحريني الرابع، ولكن أيضا هو من أشرف على تدريب المنتخب الرجال والسيدات 2022 وحقق 3 في مع السيدات في الكويت، وأيضا بطل في بطولة الألعاب الخليجية اللي كانت في الكويت، تأهل مع البحرين الله في كأس آسيا 2019.
2022 في الإمارات. إذا ننتظر صافرة الحكم. هنا تشاهدون هذه اللاعبة المميزة لدى المنتخب البحرين، اللاعبة العنود الخليفة، المايستر يطلق عليها المايستر. إذا على بركة الكرة لمصلحة المنتخب سيدات العراق. إذا على بركة الله يبدأ الشوط الأول، وكل يتابع خلف الشاشات حينما تتحدث عن كرة الصالات للسيدات، لها طابع غير، رونق غير، خاصة لما تشوف هناك على مستوى العالم، على مستوى آسيا، على مستوى هنا في السعودية، على مستوى اتحاد غرب آسيا. تلعب الكرة لمصلحة المنتخب العراقي، كرة لخارج ملعب، ركلة جانبية. تشاهد هناك اللاعب رقم 10 شوخان نور الدين، وأيضا اللاعب رقم 6 لن يصدق. وبالتالي هنا شوف، لاحظ المباراة، سقوط في أرضية ملعب مقطوع. يا سلام، برافو من حصن عيسى، هدافة ولاعبة محترفة وهدافة في الدوري السعودي، وأحسن لاعبة كانت أيضا في الخليج طائرة، يعني تلعب اللعبتين ولها أيضا الكثير، وهي صاحبة الأهداف الجميلة في المباريات، وأيضا في لاعبة محترفة في الدوري السعودي. تلعب الكرة لمصلحة المنتخب العراقي، أسود الرافدين أمام الأحمر البحريني. كرة للخلف من شوخان نور الدين، هنا عملية الدفاع والصمام الأمان من منار إبراهيم المدافع، لكن هنا تأتي زهراء نزار تلعب الكرة للمايسترو. المايسترو على الطرف اليمين، هناك ياسمين الفايز الكابيتانو الملقبة بالجوكر، وأيضا احترفت هناك في السعودية. تلعب الكرة للخلف، نقلات منار إبراهيم، هذه اللاعبة تذكروها دائما، هي صمام الأمان. كرة للخلف الكابيتانو، هنا ياسمين الفايز، وبالتالي شوف النقلات البينية بين اللاعبات. الله 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 الله، أول الكرات يا العنود يا الخليفة، المايستر أفضل لاعبة في البحرين، وأيضا حققت النجاح الكبير. شوف الإعادة لما أعطانا إياها، لعبت مرارة منار، وبالتالي العنود اصطربت الكرة لخارج الملعب لركلة زاوية لمصلحة المنتخب الأحمر البحريني. مباراة جميلة، حينما هناك تشاهد أيضا التوجيهات تأتي من رائد بابا الموجود مع الفريق. يا سلام، هذه هي زهراء نزار اللي تسيطر، لعبتها لي الكابيتانو في أرضية ملعب ياسمين الجوكر، اللي حقيقة يطلق عليها الجوكر هناك في البحرين. تلعب الكرة لحصة العيسى، شوف الآن المثلث الترايجر في كرة الصالات، لما تتحدث كيف يلعبنا، كيف يمررنا، كيف يعطينا الأداء الجميل. الأحمر دائما، والسوق اليوم يقولون أحمر، لا أخضر، نبغى السوق أخضر، لأنه السوق أخضر هو من ينتعش في أرضية الملعب. إذا تلعب الكرة مقطوعة لدى المنتخب أسود الرافدين، المنتخب العراقي، هذه اللعبة رقم 5 طيبة سليم من الدفاع الجوي هناك تلعب في العراق. إذا الكرة لخارج الملعب لمصلحة المنتخب العراقي. توجيهات المدرب كوميز لينو، رأسية منار إبراهيم، صمام الأمان المنتخب البحريني. وتوجيهات، هذا هو المدرب لينو غوميز البرازيلي، هناك الأب الروحي في المنتخب البحريني رائد بابا. هناك إشراف ومتابع حقيقة من قبل الاتحاد البحريني، اللي دائما يتابع كل صغيرة وكبيرة، والاهتمام الكبير لدى المنتخب الأحمر البحريني. أيضا هناك في المنتخب العراقي تلعب كرة للخلف، منار إبراهيم هو المدافع أو الدفاع الصلب، يطلق عليها صمام الأمان. شوف الآن عملية الترايد، عملية المثلث لسحب اللاعبات المنتخب العراقي، لكن أنت تتحدث عن كرة القدم غير، عن طابق غير. هناك في البرازيل من 6 سنوات يضعون سواء اللاعبة أو اللاعبة إلى عمر 9 سنوات في الصلاة، كي يعطوهم كل التمريرات، ثم ينتقلون إلى الملعب الكبير في البرازيل. وهمكم شاهدتم هناك أفضل لاعب رونالدينو اللي تخرج من الصلاة ثم راح لعب في الملاعب الكبيرة. كرة لخارج الملعب، ركلة جانبية تتحدث عن الأمور، تتحدث عن كل يمين أن يحقق هذا النجاح وهذا الإنجاز. شكرا للاتحاد السعودي وكافة الأعضاء حقيقة، اللي دائما يعطونا كل شيء، وبالتالي إشراف من قبل الاتحاد والتنظيم من قبل اتحاد غرب آسيا لهذه البطولة. إذا تلعب الكرة الخلف، منار كابيتانو، ياسمين الفايز الجوكر، وبالتالي تلاحظ كل شيء. إذا تلعب الكرة
شوف النقلات العنود المايسترو ملقبة بالمايسترو في أرضية الملعب إلى الجوكر. هذه هي ياسمين الفايز، هي اسم على مسمى. تلعب كرة منار إبراهيم، نقليات تتحدث عن يا سلام على الغاتسية من هذه اللاعبة. تصويب الله ياسمين 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 أعيد، هي مخرج التصوير كانت بالمسافات البعيدة من الجوكر. ياسمين الفايز اسم، شوف لحظة هنا ياسمين هوب هوب هوب، ولكن ابداع من الحارس. شوف مرة ثانية تصويبة ولا أحلى، لكن التصدي يأتي من الحارس للمنتخب العراقي شادوان جبار. إذن هنا الضغط مستمر توجيهات لينو كوبيز البرازيلي يصب لمصلحة الأحمر، ضغط مباشر يأتي على أسود الرافدين في أرضية الملعب. توجيهات شنهاز ياري المدربة الإيرانية التي حققت في الجامعات المركز الأول على مستوى العالم، لكن في جعبتها ثلاث بطولات هناك في روسيا 14 15 16، وبالتالي نجاح كبير. تلعب هنا تمرير في الملعب منار للجوكر ياسمين ياسمين. يا سلام يا سلام يا سلام، أعطني حريتي واطلق يدي في أرضية الملعب. تشاهدون كل صغيرة وكبيرة الفن والتكتيك المعين من لينو كوميز. تلعب كرة لمصلحة المنتخب العراقي شجوات، لكن الكرة لخارج الملعب لشوخان نور الدين. لعبتها شوخان، هذه هي شوخان نور الدين من نادي الزهراء، وهي هدافة الدوري وأيضا هي هداف كأس العراق. يعني تتحدث عن نجمات في أرضية الملعب، عن لاعبات في أرضية الملعب. هنا تلعب كرة خاطئة مقطوعة يا سلام يا جوكر، هنا تلعب كرة لمصلحة المنتخب العراقي. سيدات العراق يسيطرن في هذه الدقيقة وفي هذه الأمسية، 15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الأول، والحماس بين الأحمر والأبيض اليوم. لما تتحدث عن المؤشر نقول لك لا لا أخضر مش أحمر، لما تتحدث عن الأبيض نقول لك أسود الرافدين أمام المنتخب البحريني. التوجيهات لا تكون هناك من المدرب شنهاز، وهناك أيضا المدرب مدرسة برازيلية أمام مدرسة إيرانية، لكن أنت تتحدث عن العالم. البرازيل هي المسيطرة والمهيمنة في كأس العالم، لما تقول البرازيل هي أكثر من حققت كأس العالم على مستوى كرة القدم. وبالتالي أيضا هناك الكل ينتظر لقاء الغد إن شاء الله، راح يكون منتخبنا الأولمبي إن شاء الله بمباراة النهائية أمام الأوزبكي. بالتوفيق للأخبار، وبالتالي أيضا بالتوفيق لكل المنتخبات اليوم في هذه الأمسية الجميلة. تلعب الكرة نقلات العنود الخليفة، يا سلام عليك يا منار، أنت لاعب على مستوى وصمام الأمس. شوف عملية الثقة الموجودة للخلف للعنود الخليفة، يا سلام يا سلام، ضغط يعني المنتخب البحريني. يا سلام على اللعبة الجميلة، لكن الله 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 في الأول تايم تأتي الحارسة شجوان جبار من نادي دوكان هناك لإنقاذ الكرة الماضية. يا سلام على الطرف الشمال لعبت مرارات يابت إيمان الختال، يا سلام يا إيمان يا سلام، لكن مقطوعة. تأتي الكرة لمصلحة المنتخب العراقي، لكن الأمان موجود، صمام الأمان يا يا منار يا إبراهيم، أنت من أطلق عليك صمام الأمان والأمان بالله. وبالتالي كلنا هنا نشاهد كل المعطيات موجودة. بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة غير، الكل يشاهد خلف الشاشات ليتابع هذه الأمسية الجميلة هناك في مملكة البحرين وهناك في دول الخليج والدول العربية لتتابع كل صغيرة وكبيرة. الكرة يا سلام تمريرة ممكن ممكن، الله كم هي جميلة وسعيدة لن يا صديق. هي لعبت، شوف التمريرة لما انطلقت، شوف الإعادة الموجودة، التمريرة الجميلة تأتي من هذه اللاعبة بهرداد محمد، وبالتالي هي من مررته. وبالتالي شوف التصويبة، ربما راح تتذكرها، ربما راح تكون هناك عملية التوجيهات الموجودة. شوف هنا الندى والحسرة من هذه اللاعبة اللي صوبت لن يا صديق. وبالتالي تلعب الكرة لمصلحة المنتخب البحرين. منار إبراهيم، منار منار، شوف الكرة خارج الملعب لركلة لمصلحة المنتخب سيدات العراق، يلعبنا بكل أريحية. إشارة الحكمة هنا الحضرمي، الحكمة حقيقة المتعلقة مع الحكم الدولي حقيقة اللي
متواجد هنا في إدارة هذا اللقاء لما تتحدث عن البنوشي محمد وعن مريم الحضرمي من سلطنة عمان. هناك البنوشي من الكويت دولي حكم الكثير من البطولات، ولكن آخر بطولة كانت الأولمبية الخليجية في الكويت وكأس العالم. هذه هي اللعبة، هو صمام الأمان إبراهيم منار إبراهيم. كرة لمصلحة المنتخب العراقي، نزول اللاعب رقم 8 سميرة رؤوف تتحدث، لكن شوف يا سلام يا سلام، الله الله الله، تيكي تاك، لكن منار موجودة لعبتها وغرتها، وبالتالي تشوف الآن أميرة بدر سوار. وعلى فكرة اللاعبة رقم 8 في المنتخب البحريني أميرة بدر سوار أبوها كان لاعب ومهاجم خطير في نادي الوحدة هناك في البحرين، وبالتالي أصبح نادي النجمة، وهي اللاعبة ترتدي القميص رقم 8 في المنتخب البحرين. كرة خارج الملعب لركلة جانبية تتحدث، إذا كان الأب هو لاعب كرة قدم فبالتالي أيضا البنت راح تكون لاعبة كرة قدم، والولد راح يكون عاشق لكرة القدم. القدم في كل مكان، إذا تلعب كرة لمصلحة المنتخب العراقي وين 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 إلى خارج الملعب لمصلحة المنتخب البحري. شوف هذه اللاعبة رقم 13 تبارك الرحمن مؤيد من الفريق نادي الجوية وأبرز اللاعبات الشابات هناك في العراق. تلعب الكرة العنود، تمرير على الطرف اليمين للخلف لإيمان الختال. إيمان هي الآن من مدرب لينو كوميز، يخرج اللاعب منار إبراهيم ويأتي بالختال ولا تصل. الله جميلة جميلة جميلة، عيد هي مخرج عطنا وياه. شوفونا شوخان نور الدين لما لعبتها التصويب، ولكن التألق يأتي من زهرة نزار. شوف شوف هذه الحركة الجميلة، شوف الإبداع الجميل من زهرة نزار. مرتين على التوالي كما يشير الحكم البلوشي، يذكرني بلاعب النادي العربي منتخب الكويتي عبد الله البلوشي، وبالتالي هو عامل هذا الحكم التصويبه. يا الله يا الله، عيلة تبارك الرحمن مؤيد من ابرز اللاعبات، تحدثنا عن الشابات في المنتخب العراقي. مباراه جميله، حضور من كبار الشخصيات يتابعنا يشاهدنا ويشاهدون ويتابعون هنا في هذه الأمسية. تلعب الكرة، المدرب يعود بالجوكر، يعود بياسمين الفايز، وبالتالي هي من تقود الكتيبة الحمراء. كرة لخارج الملعب، أتى أبدا من اللاعبة رقم 9 حصة العيسى، وهي أيضا لاعبة محترفة في السعودية، وهي أيضا من اللاعبات المميزات على مستوى هداف البطولة. تلعب كرة خطيرة، الله 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 الله، شوف الروح الجميلة والقتالية من اللاعب العنود الخليفة. يا سلام عليك يا المايسترو، وبالتالي شوفها حاولت أن تسجل، لكن برافو على التضحية الجميلة وأيضا الروح. شوف لحظة 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 لما مررت ولعبت، وبالتالي شوف 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 تدخل في الاون تايم يأتي من العنود. أنت العنود المايسترو في أرضية الملعب، من تلعبين من تمررين من تدافعين على الأحمر تصويبه، ولكن تأتي الكرة. يا سلام عليها، برافو سميرة رؤوف، كرة اللي خارج ملعب حاولت فيها اللاعب رقم 13 تبارك الرحمن مؤيد، ولكن الكرة لمصلحة المنتخب البحريني. متابعة ومراقبة، الكل يعشق أن يفوز ويعشق الأحمر هناك في مملكة البحرين. هنا المراقبة من المقيم عبد الرحمن عبد القادر، وبالتالي هو من الاتحاد الآسيوي يراقب يتابع، وبالتالي يشاهد أداء التحكيم، وبالتالي يشوف الإعادة، يشوف اللقطة الماضية. برافو يا العنود، وبرافو منك يا تبارك الرحمن يا مؤيد. تلعب الكرة، المدرب يعود بمنار، الجوكر، العنود يبحثون على المايسترو في كل مكان، وتمريرة للخلف إلى منار إبراهيم، منار تلعبها هناك. يا الله يا الله عليك، يا حصة يا حصة يا العيسى، هي أيضا من اللاعبات الهدافات في البطولات وفي كل مكان، لكن هي من احترفت وأصبحت هداف في السعودية مع نادي المملكة الشرقية. إذا تلعب الكرة، الجوكر ياسمين الفايز إلى منار إبراهيم،
منار تلعب تمريرة على الطرف الشمال إلى الجوكر، جوكر يحاول، هذه ياسمين الملقبة، هي تعشق اسم الجوكر لأنها في كل مكان تنتشر في أرضية الملعب. وهذه تبارك الرحمن، شوف الحكم يعطي التوجيهات البلوشي وبالتالي يقول لهم لا العبوا على صفرة الحكم، أنا الليدر، أنا هو البلوشي، وتحدثنا عنه، شارك البلوشي في كأس العالم هناك في 2013، حصل على الشارة الدولية 2019 في الكويت. شوف الآن سلامات لهذه اللاعبة، شوف التدخل الأخصائي وإعطاء الإسعافات الأولية للاعبة منتخب العراق، أسود الرافدين تبارك الرحمن، ويا سلام حصة تلعب للخلف لمنار، منار حاول، يا سلام على الكمية لكن مقطوعة، تعود الكرة لمصلحة المنتخب العراقي عبر هذه اللاعبة المتحركة المميزة طيبة سليم، تلعب في نادي الدفاع الجوي. مباريات حلوة جميلة تتحدث عن كرة الصالات، إذا تحدث عن الرجال فبالتالي أيضا هناك السيدات، بالتالي هناك السيدات لما تتحدث عن بطولات العالم، تتحدث عن بطولات أوروبا، عن بطولات آسيا، لكن تعال هنا في السعودية لتشاهد بطولة اتحاد غرب آسيا. شكرا للاتحاد السعودي على الإشراف، وأيضا شكرا للاتحاد غرب آسيا على تنظيم مثل هذه البطولات الجميلة. إذا تلعب الكرة لمصلحة المنتخب العراقي، تقدم صباب الأمان، منار إبراهيم، التحرك من منار، وبالتالي شوف الآن لعبتها ياسمين الفايز الجوكر، ياسمين تبحث عن منار، منار التقدم، منار تصويبه، يا سلام عليك يا منار، أشعلت المدرجات هنا منار إبراهيم، وبالتالي التألق من الحارس شاجوان جبار، سقوط في أرضية ملعب، إن شاء الله ما تكون إصابة الصدام، وبالتالي إن شاء الله ما تكون إصابة. سلامات 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 سلامات. العنود شوف هنا هذه الإعادة والتصويبة الجميلة للاعبة منار إبراهيم، وبالتالي الحمد لله يعودنا، وبالتالي المتابعة، وبالتالي سلامات لهذه اللاعبة الحارسة للمنتخب العراقي شاجوان جبار من فريق دوكان هناك في العراق. إذا تلعب الكرة على الطرف الشمال بالنسبة للمنتخب العراقي، سيدات العراق يفرضن الإيقاع في الدقائق الآن، وبالتالي هو من سيطرنا ويأتينا بالمهارة العالية في أرضية ملعب، كرة لمصلحة طيبة سليم، تلعب الكرة للخلف للاعبة تبارك الرحمن، تعود في أرضية ملعب، كانت هذا إصابة اللاعبة شوخان نور الدين، تلعب الكرة شوفها إلى تبارك الرحمن، كرة إلى خلف الملعب، استلمت في حصة العيسى لمصلحة المنتخب، هذه حصة اللاعب الهداف المميز التي احترفت في السعودية وحققت الهداف مع فريق المملكة في الشرقية. إذا تلعب الكرة شوف الآن تمريرات، عملية الترينجل، عملية المثلث في كرة الصالات، تيكي تاكا، برافو يا منار إبراهيم، كم هي سعيدة حينما تنقذ تبعد الكرة من أمام لاعبة منتخب العراق اللي لعبت الكرة، ولكن حاولت. هاي توجيهات المدربة شنهاز ياري، المدربة اللي هي محاضرة في اتحاد آسيا، وبالتالي تلعب الكرة تبارك الرحمن، تصويبة لخارج الملعب، يشير الحكم محمد البلوشي الدولي، وبالتالي هناك أيضا وقت مستقطع، إشارة الحكمة هناك مريم محاضرة لمصلحة المنتخب البحريني. شوف هذه التصويبة الباضية من اللاعبة منتخب العراق تبارك الرحمن مؤيد. إذن متابعينا الكرام نستمع لتوجيهات المدربين وماذا يقول جوميز وماذا تقول المدربة هناك شنهاز ياري. نعود معكم متابعي الكرام بعد ما انتهى الوقت المستقطع تايم اوت الذي
طلبه المدرب والكابتن لمنتخب البحرين لينو غوميز. حقيقة البرازيلي تتحدث عن البرازيل في كل مكان، تتحدث عن هذا المدرب أنه لعب مع الأسطورة فالكاو أفضل لاعب على مستوى الصالات لكرة الصالات، وأيضا بالتالي نشاهد هذا السيف الكبير لما تتحدث عن البحر. هذا هو لينو غوميز، برافو، هذا رائد بابا الأب الروحي لكرة الصالات للسيدات والرجال. إذا تلعب الكرة هنا تعود لمصلحة المنتخب البحريني. حصة العيسى إلى منار إبراهيم، منار تبحث عن العنود، المايسترو صانعة اللعب وبالتالي يطلق عليها المايسترو في أرضية الملعب. ضغط المنتخب العراقي يضغط، هي المفاجأة. يا الله كم هي كبيرة هذه اللعبة، تبارك الرحمن. وهي مقطوعة الكرة، سقوط في أرضية الملعب تطالب، لكن الحكمة هناك من سلطنة عمان، الحكمة تشير مريم الحضري بأن ما فيها شيء. وإشارة الحكم للاعبة تبارك الرحمن. شوفوا هنا سلامات للاعبة الكابيتانو ياسمين الفايز الجوكر في أرضية الملعب. الله الله الله، شوف المدرب يطالب بالحكم، هذا رائد بابا محمد هناك قاسم، وبالتالي توجيهات مستمرة، وبالتالي الحكم يعطي للإنذار الشفهي وتوجيهات للاعبة تبارك الرحمن. لحظة الدخول، لحظة الدخول قوية وبالتالي ممكن، لكن الحكم تفاعل معها وتعامل معها. سقط في أرضية الملعب. سلامات 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 سلامات، مباراة جميلة حماسية في أرضية الملعب. البحرين تريد السيطرة، تريد أن تكون هي متصدرة هذه المجموعة، وهو العراق كأول مباراة. شوف الدخول من اللاعبة ديرين محمد، لاعبة فتاة أرهول، وهي أفضل لاعبة العام الماضي كانت هناك في العراق. نجمات لاعبات على مستوى كبير. إذا تلعب الكرة الجوكر تصريبه، عدت عدت عدت، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، حصة 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 الهدف المساغبة في أرضية الملعب، تريد أن تسجل أهدافا كثيرة. شوف الإعادة موجودة، برافو لعبة العنود، تصويبة والأحلى من الجوكر، لكن المتابعة تأخرت حصة قليلة. تعود الكرة لحصة، تمرير، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سلم، عملوها عملوها عملوها. شوف التكتيك الجميل، عملية الكنترول في أرضية الملعب، ولكن التوجيهات استمرت. الكرة اللي خانت الملعب، ركلة جانبية، العنود خليفة على التنفيذ، لعب الكرة لمنار إبراهيم، لعبت هناك لحصة تبحث عن حصة، لكن هناك الدفاع القوي والمدافع المشاغبة في أرضية الملعب، بهرة جارة محمد، وبالتالي بهرة جارة محمد هي من تكون صمام الأمان. شوف هذه الإعادة، الله على الفد، الله على الجمال، الله على الروعة. وشوف هنا أيضا التشجيع يأتي من قبل الاحتياطيات المتواجدة على دكة الاحتياط، لاعبات وسيدات منتخب البحرين. الله، اللي يروح للبحرين لازم ياكل ويجرب حلوى البحرين، سعرات حرارية موجودة، وبالتالي هكذا هي الأمور دائما. يعني اللي يروح البحرين يقول لك أنا راح أتذوق الحلوى، راح أشتري الحلوى، ومشهور البحرين ومعروف البحرين بالحلوى البحرينية الملكية. وبالتالي هنا تلعب الكرة العنود خليفة، العنود تلعب لحصة، حصة لمنار، منار إبراهيم لعبت تبحث، الله 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 الله، على الاستلام الجميل والأداء، يلعب يتفلل في أرضية الملعب، تلعب الكرة، تصل الكرة إلى زهرة نزار الحارس المميزة أيضا الممتعة للمنتخب البحرين. العنود المايسترو في أرضية الملعب إلى ياسمين الفايز بالخلف، شوف عملية الترينجل، المدرب يحاول يسحب اللاعبات كي يعمل عملية التمرير. يا سلام، مقطوع الكرة، تعود الكرة لمصلحة المنتخب العراقي. الله، شوخان نور الدين عملتها، لعبتها، مررتها، ولكن طيبة سليم، ولكن أتت سليمة على الشباك والحارس المتألقة زهراء نزار. إذا تلعب الكرة مدربة تأتي، المدرب بأميرة بدر السوار، هنا تلعب الكرة، تصويبة تصويبة تصويبة، الله 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 الله، برافو يا أميرة يا بدر السوار، اسمع على مسمى بدر السوار، أبوها كان لاعب كرة قدم سابق، وبالتالي كرة، شوف الدفاع والروح الجميلة حينما أبعد الكرة برأسها لخارج الملعب لمصلحة المنتخب العراقي، وهذا التألق الجميل للحارس الزهراني.
شوف الاستلام الجميل حقيقة اللي لعبته حصة، وهذه المدربة للمنتخب الإيراني شهلة زادياري، وبالتالي الحكم البلوشي يطمئن على سلامة الأرضية حتى ما تكون هناك انزلاقات. يا سلام عليك يا الدوكر، أنقذت الشباك، تعود الكرة لمصلحة طيبة سليم. يا سلام يا سلام يا سلام، فن وتكتيك اللي يأتي اللي يشاهد خلف الشاشات، استمتعوا مع المهارات العالية في هذه البطولة. مقطوع الكرة للعنود، عنود عدت المايسترو كنترول الخلف. يا سلام يا سلام، برافو تلعب. يا الله منار اليوم عامل الشغل في أرضية الملعب، منار إبراهيم اسمع لمسة بدها تلعب الكرة، الكابيتانو في أرضية الملعب لعبها لعبتها للعنود، مقطوع الكرة، تأتي الكرة لشوخان، لكن هنا الله 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 يطالبنا بلمسة أو بركلة جزاء، لكن القتالية والروح الجميلة الموجودة في أرضية الملعب. البحرين تعلن التحدي، البحرين تأتي، ولكن وصول الرافدين، المنتخب العراقي يقدمنا أداء جميلة في أرضية الملعب. تلعب الكرة، يا سلام، هنا مرة لا تنتصر، عدت مباراة جميلة. هنا التشكيل يأتي من اللاعبات الوفيات في دكة الاحتياط بعد ما كانت هناك روان العلي، روان المدرب كوميس يأتي بروان، يأتي باللاعب روان، هذه هي روان لاعب رقم 3 اللي مررت الكرة، وبالتالي تعود الكرة لمصلحة المنتخب العراقي. حذاري يا بهدار محمد، مقطوع الكرة، إشارة الحكم لبلوشي، هناك أيضا الكرة اصطدمت في طيبة سليم، سليم يا سليم، وبالتالي المدربة أيضا تخرج اللاعبة طيبة سليم وتأتي باللاعبة أيضا الأخرى من المنتخب العراقي. إذا تلعب الكرة لسميرة رؤوف، مقطوعة، يا سلام، الله 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 الله، هنا إذا تأتي الكرة لمنار، تسليمة وأيضا يطالب بخطأ، لكن الحكم يقول ما فيها شيء، البلوشي موجود، يقول العب على الصافرة، العبي على الصافرة، أنا من أكون قائد لهذه المباراة. إذا تلعب الكرة، منار إبراهيم، تمريرات، تأتي الكرة لمصلحة إيمان الختال، إيمان تأتي الكرة للاعب روان العلي، روان كفاتي جميلة يا روان. سقوط في أرضية الملعب، لكن الكرة تخرج إلى خارج الملعب، شوف هذه، أوه أوه أوه، في الإعادة فيها إفادة، وبالتالي هنا الكرة اصطدمت في يد اللاعب، وبالتالي هنا شوف، لاحظ هنا، لاحظ هنا، يطالبنا أيضا أيضا لمسة يد، وهنا شوف، أوه يا خسارة، ولكن الكرة شيء جميل. سلامات لي اللاعب المصاب، إن شاء الله ما تكون إصابة تبعد هذه اللاعبة، تقول أخصائية وطبيبة الفريق لإعطاء الإسعافات للاعبة. شوف المدرب جوميز البرازيلي، وأيضا الكابيتانو ياسمين الفايز للاطمئنان. شوف هذه لحظة سقوط، أوه اصطدام من اللاعب ديرين محمد، وبالتالي سلامات 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 للاعب روان العين، تلعب الكرة، وبالتالي هناك مخالفة، إشارة الحكمة الدولية من سلطنة عمان. إذا 3:47 على نهاية الشوط الأول، تدخل المدربة شهناز ياري للمنتخب العراقي بطلب الوقت المستقطع، تايم اوت، وبالتالي خلونا نشوف، خلونا نستمع لتوجيهات المدربين، واترككم مع اللقطات الجميله. مخرجنا لك الكريم.
نعود معكم متابعي الكرام بعد ما انتهى الوقت المستقطع الذي طلبته المدربة للمنتخب العراقي شهناز ياري، وبالتالي هناك مساعدة المدربة شيما كريمي، بينما هناك لينو غوميز وخالد تريكي ورائد البابا ومحمد الشرقاوي، وأيضا يعني تتحدث عن المنتخب تلعب الكرة إيمان الختان، رأسية الجوكر ياسمين الفايز إلى خارج الملعب لمصلحة المنتخب العراقي. مباراة جميلة مولعة اليوم ومولعة اليوم، يا سلام سقوط في أرضية الملعب، برافو يا منال إبراهيم. تأتي الكرة لكن الكرة عدت الخط، يشير الحكم البلوشي من اللاعبة المنتخب العراقي شوخان نور الدين. هذا الحكم البلوشي سيفي كبير، لديه الكثير من البطولات على مستوى العالم وبطولة آسيا، وآخر بطولة كانت هي محطة الكويت في بطولة الألعاب الخليجية. إذا تلعب كرة للخلف، شوف المنتخب العراقي ضغط ضغط كبير، وبالتالي هناك أيضا خطأ يشير الحكم، الأخطاء على المنتخب العراقي اثنين وخطأ على المنتخب البحرين. شوف الآن هذه لحظة دخول اللاعبة الأيمان الختان، وبالتالي أيضا من اللاعبات المميزات لدى المنتخب. تصويبة صدمت في إيمان الختان لخارج الملعب لركلة ركنية لمصلحة المنتخب العراقي على التنفيذ. سميرة رعوف، سميرة للخلف للاعبة وهداف الدوري هناك في العراق شوخان نور الدين. إذا تلعب الكرة، سلامات سلامات، شوفوا الآن الحكم يطلب لبوش يتدخل، وبالتالي خروج الحارس شوجان شاد وان جبار، وبالتالي شوف لاحظ المدربة شنهاز ياري، وهنا أيضا إصابة اللاعبة الأخرى، وبالتالي تدخل الدكتور. شوف لحظة الإعادة، لحظة التمرير من منار إبراهيم، ولحظة خروج سلامات، سلامات لأميرة مدرسوار، سلامات. شوف الدخول، وبالتالي ربما الحكم ماذا سوف يقرر الحكم في أرضية الملعب؟ هل هناك بطاقة صفراء أم هناك خطأ أم هناك شيء؟ لكن إن شاء الله ما تكون. شوف هي تطالب بالبطاقة الصفراء وتطالب أن يكون هناك نصيب، لكن القرار يأتي مع حكم اللقاء البلوشي، ماذا سوف يتخذ الآن؟ فيها استدعاء. وبالتالي بطاقة صفراء فعلا من اللاعبة وحارسة الفريق شاجوان جبار، وبالتالي شوف هذه الدخول لحظة خروج اللاعب. شوف احتجاج من المدربة شنهاز ياري، مبراضي على قرار الحكم، يقول لا 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 يا حكم الخطأ لنا دخول اللاعبة المنتخب البحريني أميرة بدر السوار، وبالتالي سلامات لأميرة بدر السوار، إن شاء الله ما تكون إصابة وخطأ لمصلحة المنتخب البحريني. منار إبراهيم صباب الأمال للمنتخب البحريني، تتحدث عن كرة القدم، إذا أردت أن تصبح لاعبا مميزا عليك أن تكون من عمر 6 سنوات إلى 9 سنوات في الصالات. البرازيل عملتها وخرجت لنا لاعب كبير من أفضل اللاعبين على مستوى العالم رولانديها، وهكذا هي الأمور، هكذا هي المعطيات. يجب أن يكون الصغير من 6 سنوات في الملاعب، وهنا الكرة في بطولة اتحاد غرب آسيا، تلعب الكرة تصيبه، عدت لعبتها لعبتها بطريقة وصال الياسي، وصال الياسي هذه أيضا شقيقها لاعب مميز في تنس الطاولة هناك في البحرين، من حقق الإنجازات وهي اليوم في كرة القدم للصالات وصال الياسي. كرة لخارج ملعب ركلة، دقيقتين وخمسة وخمسون ثانية على نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي. مباراة جنونية، مباراة مجنونة هنا في كرة الصالات للسيدات في بطولة اتحاد غرب آسيا. كرة خاطئة لخارج الملعب، تمريرة كانت خاطئة من اللاعب غفران صادق لخارج الملعب لمصلحة المنتخب البحريني. سيدات البحرين يقدم له أمام الضغط الكبير من المنتخب أسود الرافدين العراق. يا سلام المدرب غوميز يعود بالعنون الخليفة على المايسترو في أرضية الملعب. هاي دكة الاحتياط، سيدات منتخب أسود الرافدين في أرضية الملعب، تمريرة على الطرف الشمال المنتخب العراقي، هنا تمريرة أخرى، تأتي الكرة لمصلحة المنتخب العراقي، لكن وين وديتيها؟ قالت لخارج الملعب. هنا تأتي من بهرة دارة محمد، وبالتالي بهرة دارة محمد هي ملعب، تلعب كرة منار للجوكر،
جوكر لخارج الملعب ياسين الفايز الكابتن في أرضية الملعب، هي من تبعد الكرة إلى خارج الملعب، تمرر الكرة لخارج الملعب إلى ركلة جانبية، إذا تلعب هناك على طول. وفعلا في قانون كرة القدم هناك دراسات أخرى في قانون كرة القدم راح يتغير، وثلاث تغييرات ربما هي تحت الدراسة راح تطبق على منتخب الشباب، على دور الشباب حينما يكون هناك الكرة الرمية الجانبية تلعب بالقدم، فبالتالي يطلق عليها ركلة جانبية وليس رمية جانبية، هي دراسات من الاتحاد الدولي. وأيضا هناك تغييرات راح تكون تغييرات، خمسة تغييرات راح تطبق في الموسم القادم. وأيضا الحدث الكبير أن يكون الحارس في ركلات الترجيح يكون قدميه على الخط وليس قدم متقدمة أو متأخرة. هذا القانون ربما ماذا سوف يكون مصير الحراس وماذا تكون هنا، لكن هنا في كرة الصالات للسيدات نشاهد الرمية الجانبية، ما في رمية جانبية، هي ركلة جانبية. الاتحاد الدولي راح يطبق هذا القانون في المواسم القادمة، لكن هي دراسات واجتهادات في كرة القدم. إذا الكرة لمصلحة المنتخب البحريني. ياسمين الفايز على فكرة كرة القدم للصالات، يا سلام عليها، يا سلام عليها، يا سلام عليها منار إبراهيم، لعبتها بطريقة جميلة. وغوميز البرازيلي شوفوا حاولت فيها اللاعبة المنتخب العراقي شوخان نور الدين، وبالتالي لم تستطع السيطرة على الكرة، وبالتالي الكرة لخارج الملعب. تتحدث عن كرة الصالات تلعب بركلة جانبية بالقدم، لا توجد هناك رمية جانبية، ولكن القدم الآن تعود بأن هناك في الدراسات راح تنفذ بالركلة الجانبية. إذا تلعب الكرة تمريرة لكن بين إلى خارج الملعب، خارج الملعب لمصلحة المنتخب البحريني. مباراة البحرين في اليوم الأول مع منتخب الفلسطيني الفدائيات، وبالتالي خسروا بستة مقابل هدف. مباراة كانت جميلة، وأول أول 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 اللمسات للمنتخب الفلسطيني كانت، وأول مشاركات لهم في بطولة غرب آسيا، لكن أمام منتخب عنيد، أمام منتخب حقق نجاح كبير، أمام منتخب أيضا لديه أيضا سيفي حلوة، لكن إن شاء الله المباريات القادمة تكون جميلة للمنتخب الفلسطيني. إذا تلعب الكرة، إذا دقيقة وخمسة وعشرون ثانية، العنود الخليفة للخلف لمنار إبراهيم للجوكر، جوكر يا جوكر الكابتن والليدر في أرضية الملعب. إذا تلعب الكرة للجوكر على الطرف اليمين، يحاولون يبحثون إخراج الحارس ويأتون بمهاجم خامس، وبالتالي يأتون، شوف تغيير التيشيرت يسمح بأن يكون مخالفا أو هو من يكون يعود للحراسة. شوف المدرب غوميز لينو يخرج الحارس وكأنما يطلب بأن يكون مجازف 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 مجازف. يا سلام على السرعة، أخرج الحارس لي يكون مجازفا، سلاح ذو حدين، أما يصيب أو يخيب، بالتالي تلعب الكرة سريعة، أعمل بالتغيير، قام بالتغيير، تصويبه خارج الشباك، برافو مباراة، والله ولعت 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 في أرضية الملعب. البحرين يتفنن، كوميز يتفنن، هناك رائد بابا يتفنن، محمد جاسم ومساعد المدرب خالد التريكي، شوف لحظة السقوط، رحمة المطالبة لكن ما فيها شيء، حاولت فيها تبارك الرحمن مؤيد بأن تكون تطالب بخطأ، لكن الكرة لمصلحة المنتخب البحرين. سيدات البحرين ضغط، تعادل أقل من 30 ثانية على نهاية الشوط، لكن تأتي اللاعبة لينيا صديق وبالتالي تلعب الكرة على التمرير الجميلة. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، برافو منك يا شوخان، لاعبة مميزة لعبت رغم التمريرة من شوخان جبار، أو لا لا مش شوخان، هذه اللاعبة شوخان نور الدين، وبالتالي شوخان نور الدين، وبالتالي هي تلعب مقطوع الكرة، حذاري 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 يا تبارك الرحمن مؤيد، لا تلعبين بالنار ولا تلعب الكرة. يا سلام، الله 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 عليك يا لاعبة يا جميلة. وهنا تأتي صافرة الحكم ليعلن عن انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تصويبة كانت شوخان نور الدين عيد، هي مخرج، خلينا نشوف التصويبة والتصدي يأتي من الحارس المتألقة زهراء نزار، وبالتالي شوف هنا عملية التصويبة.